أو ما يعرف بالكمون الأسود، بذور نباتية يمكن كتار منا ما بيعطوها الأهمية الكافية، بس خليني أقولكم إنه هيدي الحبة الصغيرة فوايدها الصحية عديدة كتير، وبحسب البعض الفوايد بتفوق الخيال. يمكن فعلا الكلام ده حقيقي، لأن الكرون كتير جدا كانت حبة البركة بتستخدم في الطب البديل لعلاج مجموعة كبيرة من الأمراض، تحسين الصحة بشكل عام، حتى إنه بيشار ليها على إنها من أهم النباتات الطبية على الاطلاق. وفي الطب كمان الحديث، في الطب الحديث ليها فوائد كتير قوي قوي وكبير قوي، خاصه لو تم تناولها على الريق. بس ايه هي الفوائد دي، وهل ممكن يكون ليها اضرار لو تم استخدامها بكثره وبافراط؟ هنعرف طبعا الجواب من دكتور كريم محمد علي، يعني خبير التغذيه العلاجيه اللي مش معانا دلوقتي وهو في اسطنبول مش موجود في الاستوديو. اهلا فيك دكتور. اهلا بيك زي خليل. ازيك يا كريم، عامل ايه الاخبار؟ يعني طبعا انت حرمتنا من الحمد لله وجودك في كله الاستوديو تمام. النهارده، بس محتاجين نعرف الناس حبه البركه لناس كتير قوي بتسمع عنها وبتسمع انها ليها فوائد، ايه الفوائد بتاعتها تحديدا؟ والله حبة البركة دي الناس الرسول صلى الله عليه وسلم كان موصي بيها، بس الناس ما خدتش بالها إلا لما الغرب اللي بعيد عن أي دين، مش ناحية دينية، بيقول بليسد سيدز، هي حبة بليسد يعني فيها معجزات بشكل أنت لا تتخيله. حط إيدك على أي حتة في جسمك وأنا أقول لك فايدة لحبة البركة فيها. بس عشان نلخص ماشي. أهم ما يميز حبة البركة، أول حاجة فيها حاجة اسمها ثيموكينون، المادة الفعالة اللي فيها دي اللي انا هقوله ده تجارب علميه من كليات طب، مش طب بديل، انا بتكلم كطبيب بشري. تخيل اوكي. الطب البشري هو اللي عامل التجارب دي، لقوا ان الناس اللي عندهم سرطانات اللي بياخدوا زيت حبه البركه يقلل انتشار السرطان ويخلي الخلايا السرطانيه تعمل ابوبتوزس. ربنا واو. خلينا في الجسم بتاعنا زي زرار كده، عارف الزرار النووي اللي هو يدمر كل حاجه، اسمه ابوبتوزس. الخليه لو غلط، خليه سرطانيه، خليه دخلها فيروس مش قايمه بالوظيفه، تعمل ابوبتوزس تنفجر. فالحبه البركه تروح للخلايا السرطانيه تعمل ابوبتوزس فتنفجر، دي حاجه. تاني حاجه علاج فعال ايام كوفيد الطب اكتشفه، مش طب البديل تاني. بيعمل ايه؟ زيت حبه البركه والمواد اللي فيه تروح للرئه تخلي الفيروس قبل ما يتقل، عشان الفيروس يدخل اي خليه محتاج انزيم، هي تشل الانزيم ده فالفيروس ما يدخلش يعدي الخلايا الرئويه. تاني حاجه تزود الاكسجين في الرئه فيتحسن بنسبه 30% مريض الالتهاب الرئوي او مريض كوفيد او مريض الرئه، فبشكل غير طبيعي تزود الاكسجين وتقلل الفيروس في الرئه، دي تاني حاجه. حاجه ثالثه بتروح لخلايا البنكرياس، الناس اللي عندها سكر ايه مشكلتهم؟ البنكرياس ما بيفرزش انسولين كفايه، دي تنشط خلايا بيتا فتفرز الانسولين، فالانسولين يتظبط فالسكر يرجع يوطى تاني. حاجه اكتر من كده، الناس اللي عندها مشاكل في حب شباب، صدفيه، دي مضاد التهابات ومضاد هيستامين اللي هو مضاد الحساسيات وبيظبط جهاز المناعي. فمجرد انك تدهن لو عندك حب شباب، عندك صدفيه، مجرد الدهان 3 شهور بيحسن من 30 ل 40% امراض الجلد، حاجات كتير مش هخلص. ده احنا المفروض نمشي بيها في مش يومنا. هنخلص على حبه البركه، معجزات فعلا. اوكي. طب دكتور يعني شو الفرق انه ناخذ حبه البركه على الريق او مثلا بنص اليوم؟ بصي عامة اي حاجه بتتاخد على الريق اعرف ان هي دايركت على الدم، مفيش بقى حمض معده قوي، مفيش اكل تستنى معاه، يعني اي حاجه في فكره الدواء ده تاخده قبل الاكل، الحبه دي على معده فاضيه، الزيت على معده فاضيه، عشان مفيش حاجه تعطله يوصل بسرعه ويوصل كامل، دي الفكره. بس لا، التجارب اللي اتعملت ما كانتش على الريق، اتعملت 15 ملي جرام يعني معلقه صغيره مرتين لثلاثه في اليوم اللي اتعملت التجارب عليهم. حلو. فلا مش شرط تفيد اكتر، بس لا نقدر ناخده على مرتين ثلاثه في اليوم عادي. طيب كريم، يمكن انت اتكلمت على الزيت، زيت حبه البركه، لكن حبه البركه بشكلها المعروف اللي احنا عارفينه من زمان اللي هو بيتباع عند العطار زي السمسم كده، زي السمسم، الافضل ولا بشكلها كزيت ولا بشكلها الجديد اللي بيتباع في الصيدلات، الصيدليات ككبسول او تابلت، حتى في الازحه نحن عندنا بفلسطين اللي بيجي يعني هيك زي ما هي معجون، معجون ايه الافضل ايه ليها لتناولها ولا أوكي. كل واحد؟ لا مفيش مقارنه، يعني الحبوب عايز مثلا تاخد 3 4 معالق كبيره، انت مثلا بتجيب كام كيلو حبوب عشان تطلع كيلو زيت، فالزيت كونسنتريتد قوي مركز. اوكي.
فاي حاجه زيت سمسم غير السمسم، غير زيت حبه البرك غير حبه البرك، ده التركيز، التركيز العالي قوي قوي من المواد الفعاله موجود في الزيت مش في الحبايه. يعني الناس تركز وبعدين على خلي بالك الزيت. عشان تستفيد من الحبايه لازم تقرقشها، خلي صح، بالك في ناس يحطوا حبه البركه فاهم على عندنا في مصر على على الليمون المعصفر ده ويبلع المعجنات. الحبايه، ولا ليها لازم، لازم تتقرقش، لازم اوكي. تتمضغ، فملهاش اوكي لازمه. طب ما هو الزيت، الزيت برضه يا كريم لما بيتباع في الصيدليات نضمن منين ان هو هو ده زيت حقيقي، يعني الزيت الاصلي، بالاضافه كمان ان ما يكونش مثلا داخل فيه مكونات كيميائيه ممكن تبوظ الدنيا خالص. ما شاء الله عليك، لازم يبقى كولد بريس اورجانيك، معصور على البارد وعضوي طبيعي زي زي اي زيت زيت في الزيتون. الدنيا بنستخدمه. بس اوكي. انا الافضل نشتري الحاجات دي من المعاصر، نشتري من اللوكال اللي هي المحلات اللي احنا عارفينها بتاع عسل مزرعتهم والزيوت بتاعتهم، اللي هو الناس اللوكال مش الانترناشونال براندز او في السوبر ماركت الكبير، ده رايي. بس لو الناس اللي في المدن خلاص دور على كولد بريس معصور على البارد ويبقى اورجانيك. حلو. حلو. طب دكتور نحن حكينا عن الفوائد لحبه البركه، بس هل لها اضرار؟ برافو عليكي. بصي احنا يعني في السموم عندنا في حاجات هاي توكسيسيتي وحاجات لو توكسيسيتي. حبه البركه من الحاجات اللي السميه بتاعتها قليله قوي 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 قوي، فبس برضو التجارب اتعملت على 3 شهور فما نزودش عن 3 شهور، ادي نقطه. تاني حاجه عندنا كام تحذير، الناس اللي بتاخد ادويه سيوله ما ينفعش، الناس اللي عندها فشل كلوي ما ينفعش، الست الحامل ما ينفعش، مرضى الضغط اللي بياخدوا حاجه اسمها مثبطات بيتا بلوكر، انا قلت 4 حاجات دول عشان الجسم يستخدمهم لازم يعدي على الكبد، في نظام كده في الجسم اسمه سيتوكروم 450، حبه البركه بتسرع الجهاز ده، فممكن سميه الادويه دي تزيد. فلو سمحت حامل، لو سمحت بتاخد دواء ضغط، لو سمحت بتاخد دواء سيوله، لو سمحت عندك فشل كلوي اسال طبيبك قبل ما تروح لحبه البركه. غير كده طفل كبير عجوز شاب ست معلقه صغيره لـ3 في اليوم يعني ملهاش سحر، سحر فعلا. طيب احنا يمكن اتكلمنا على الحالات اللي ما ينفعش انها تاخد حبه البركه، لكن هل مع حبه البركه في مثلا اكلات او مشروبات او حاجات ممكن تخلي فايدتها اصلا ما تبقاش موجوده تماما؟ توقفها هي؟ توقف هي مفعولها ما يعني. توقفهاش، بس ناس كتيره بيخلطوها بالعسل. والتجارب اللي اتعملت على كوفيد، تخيل مستشفيات طبيه تجربه اتعملت العسل الاصلي مع حبه البركه، والله طب مش طب بديل. انا حتى استغربت قلت هو الطب البشري ابتدى يلجأ للعسل وحبه البركه، ده شيء عظيم الصراحه يعني. فلما يتحطوا دول على بعض الفوائد بتزيد، عسل وحبه البركه. لكن هل في حاجه بتقلل فايدتها لو اتحطت معاها؟ لو انت عندك حمض المعده ضعيف تاخد ادويه حموضه تقللها، مش هتتكسر ومش هتتهضم. لو انت عندك مشاكل في القولون مش هتتهضم كويس، يعني مشكله في مسار الهضم، مش هي وغيرها، مش هي بس. طب دكتور في كتير اشياء اذا مثلا اتسخنت او انطبخت بتفقد الفايده. في ناس مثلا، هل في ناس بيطبخوا بزيت حبه البركه؟ لا ما ينفعش، اولا ريحتها جامده، الريحه وبتغير طعم الاكل. ثالث حاجه السموكينج بوينت بتاعتها اللي هي بتتحرق امتى؟ بتتحرق بدري، يعني اي زيت في الدنيا تحطيه على نار يطلع دخان ابيض، تحط في دماغك اللي انا شايفه ده سم حقيقي، فدي بتتحرق بسرعه، فما تتحطش على النار. وانا شرطت قلت كولد بريس، يعني حتى وهي معصوره برضو على البارد، مش على السخن. اوكي. طيب كريم برضو في ناس بتطير المواد اللي فيها، في ناس بتسأل هي حبة البركة فايدتها بتكون للرجال اكتر ولا للسيدات اكتر ولا الاثنين مع بعض؟ بتضحكش، ده سؤال علمي يعني. انا مش عارف اقول لك والله عظيم، يعني هي فعلا معجزة. الرسول لما قال الشفاء بكل ده، لما الستات خدوها ظبطت الاستروجين، اوكي، ولما الرجالة خدوها ظبطت التستوستيرون، اوكي، ولما الاثنين خدوها قللت الدي اتش تي اللي بيسبب تساقط الشعر للجنسين. تخيل نافعه، مش انا بقول لك حط ايدك على اي حته في جسمك اقول لك فايده. احنا يعني نمشي بيها عارف مكان الفيب بعد كده. ده حتى بدل غسل وش فيها. يعني اي حاجه هتفيد، اي حاجه هتفيد. هل هتفيدك كريم انت عندك، هل يعني غير اللي احنا قلناه ده كله، هل في فعلا معلومه الناس ممكن لو سمعت على حبه البركه تقول انا عمري ما سمعتها تماما؟
بتأخر الشيخوخة لحاجتين، يعني عارف ترند العالم دلوقتي مش عايز أعجل صح. كل العالم، فدي بتعمل حاجتين، تخيل، بتقلل الشوارد الحرة في الجسم فتخلي بشرتك ناعمة من جوه، مش بتكلم على الدهان، بتكلم على الأكل، مضادات أكسدة، فبشرتك تبقى أحسن، وحيواناتك المنوية تبقى أفضل في الرجالة، والستات البويضة تبقى أفضل عشان الأكسدة تقل. تاني حاجة، الدهون اللي فيها بتحافظ على الجهاز العصبي والروابط العصبية ما تعجز، فذاكرتك تفضل بالعمر أطول، تمام، ذاكرتك أكثر حدة، ذكائك متحافظ عليه، تركيزك أعلى في الأعمار الكبيرة، مش هتفرق واحد عنده 20 30 سنة، انما 60 65 تلاقيه شبابه يعني طاقته كويسه وبشرته كويسه وذاكرته كويسه، هيعرف يعني ايه حبه البركه. يعني ده بتعمل عمره. البركه البركه ده حبه البركه بتعمل عمره للجسم يعني. شكرا كتير لك ايوه، ما انا دكتور. بقول لك فظيع، وكلها ابحاث، مش كده ابحاث، يعني انا عندي حلقه على اليوتيوب حبه البركه، حاطط حوالي 20 بحث طبي عن حبه البركه. يعني احنا لازم نتفرج عليه، ولازم نطلع على طول نجيب ازازه زيت يعني. كريم شكرا جدا ليك، شكرا وترجع كتير بالسلامه. لك دكتور. شكرا ليك.